دنيا نظمت حملة تنظيف واسعة مست وسط المدينة، وعرفت هذه العملية انخراطا واسعا لفئة الشباب إيمانا منهم بضرورة تنظيف أحياء مدينتهم والحفاظ عليها. عابد بوجلة ومراسلة في الموضوع. تأكيد على أن الحملات التحسيسية المتواصلة التي ما فتئت تقوم بها السلطات المحلية لبلدية موزايا وجمعية الدنيا لحماية البيئة والنظافة من خلال حملات التنظيف التي تبادر بها كل نهاية أسبوع عبر مختلف أحياء البلدية، قد بدأت تجد صداها عند المواطنين بدليل انخراط العديد منهم في هذا المسعى النبيل وبصفة طوعية، خاصة فئة الشباب، وهو ما لمسناه خلال العملية التطوعية التي عرفها اليوم شارع أحمد بيران وسط مدينة موزايا بمبادرة من شباب الحي الذين تقربوا من أعضاء جمعية الدنيا ومكتب النظافة لبلدية موزايا لمدهم بالوسائل اللازمة للقيام بالعملية، وهو ما يؤكده السيد دريوش عبد الحق ممثل سكان الحي. احنا هنا يا سكان شارع بيران محمد قمنا بعمليات تأسيسية وعملية تنظيف هنايا بغرض أيام أعمال النظافة لهنايا في كل من الأحياء، وهذه إن شاء الله تكون مبادرة حسنة وتكون نظرة على المدينة تاعنا اللي تكون مدينة أكثر نظافة وأكثر نقاء. ثانيك بيكون نوجدوا إن شاء الله شهر رمضان جزء يكون في أجواء نقية وأجواء إن شاء الله تكون ملائمة إن شاء الله. والأكيد أن الوتيرة المتسارعة والمستمرة وخاصة الإصرار والثبات التي تعمل به جمعية الدنيا لحماية البيئة والنظافة سيزيد من نسبة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لدى مواطني بلدية موزايا، وهو ما نأمله جميعا. من حي بيران بموزايا حدثكم عابد بوجلة في الرياضة.